الو، صباح الخير، فيني احكي مع السيد حسن؟ تفضل، حسن معك. مرحبا استاذ حسن، انا كريم والغاز. ما بعرف اذا لساتك بتتذكرني، انا وزوجتي اجينا على الاوتيل تبعكم، قصدي لما اجى المطر وعلقنا وتسكر الطريق. ايه تذكرت. اذا عندكم غرف فاضيه نحن حابين نحجز عندكم بنهايه الاسبوع، ورح نطلع بكره الصبح. كم ليله؟ رح نضل ليله واحده، وتاني يوم المساء يمكن نرجع. ماشي، كمان بتكون غرفتين؟ لأنه المرة الماضية ما كان في غرف، بتكون تنتين؟ كان عنا ضغط المرة الماضية، بس هلأ فيني أحجز لك. لا أخي، نحن سوينا العرس، بدنا غرفة واحدة. آه، إن شاء الله، ألف مبروك. شكراً. ماشي، رح نكون بانتظاركم بآخر الأسبوع. إيه، بشوفك لكان. تعا محمد، خد الحلو لهونيك. حاضر. بدهم قهوة سادة ما؟ واحد سادة وواحد وسط. ايه ماشي، يلا بلا ما نتأخر على الزباين. فاطمة بنتي هون كتير معجوق، إذا فيكي ساويهم بغير مكان. ساعدك بشي؟ لا لا، خلص حليتها، يسلموا. لمعي، أنا مبارح ما عرفت نام أبدا، قضيت كل الليل وأنا قاعدة عم فكر بالحكي اللي حكى مراد. ما تاخدي بحكيه، هذا ولد خلص انسي أختي. كيف ما فكر؟ مراد مثل ابني، ما فيني اتحمل يفكر فيني تفكير عاطل. أمه عم تعبي براسه وهات الشي عم بيضايقني. لا تنزعجي، ليش لا تنزعجي؟ أنت شو ذنبك؟ ما إلك أي ذنب. أنا قلت لها لميسر اللي نحن فيه هي سببه مو أنت، ولا تحطي الحق على أي حدا. بس هنن كانوا مرتاحين بهداك البيت. بس نحن ما فينا نضل عندهم لآخر العمر، أكيد رح يجي يوم ننتقل من عندهم، شو اليوم وشو بكرة ما لها فرق أبدا. بعدين بيتنا كتير حلو، ما بوشي، والله أنا كتير بحبه. مراد لسه ما تعود عليه، ولا تخافي بتعود، بتشوفي. ها اجت هديك البنت. اريهام، وين هالغيبة؟ فاطمة، ليش ما عم نشوفك؟ كنت برات البلد وهلأ رجعت. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أخي لمعي الحساب. ماشي هلأ باخده. ريهام حبيبتي. خالة مريم حياتي، والله اشتقت لكم كتير. اتصلت فيكي بس خطك كان مسكر. كنت بأمريكا وما صلي زمان راجعة، بعتوني لهونيك لمدة شهرين. اي والله شي حلو كتير. تعي اقعدي، خليني اشوف هالصورة اول شي. فاطمة طلع بتجنني، الله يهنيكي ان شاء الله. لما ما اجيتي فاطمة تضايقت وخافت تكون ما وصلتك الدعوة. كتير تضايقت لانه ما قدرت حاكيكي. من سوء حظي اني ما كنت معك بهيك مناسبة. قليلي كيفك؟ هلأ كل أمورك تمام ما؟ ايه كتير منيحة. يلا فوتي. تعي بنتي عدي، جوعانة شي؟ بتحبي تاكلي؟ والله مشتاقة للكفتة تبعكن كتير. عادي هلأ بجيبها. شو تشربي؟ بدي مي. خليكي فاطمة أنا بجيبها. كيفه كريم؟ منيح، اشترى ورشة وعم يشتغل. كتير منيح. ليكي فاطمة، أنا ما عم عطلك عن شغلك ما؟ لا أبدا، فيني اشتغل وأنا عم بحكي. ماشي. بكرة أنا وكريم رايحين لبرات اسطنبول، قلنا منغير جو شوي، وما بدي أترك كل الشغل على ست مريم. كتير فرحت لك. بصراحة كريم رايح مشان الشغل، وأنا قلت بروح معه، منا شغل ومنا سياحة منغير شوي. أنت قلي لي بقى شو سويتي بأمريكا؟ بعتوني دورة على أمريكا، كنت مشغولة طول الوقت، وهلأ رجعت وبراسي في كتير مشاريع. حلو كتير. ما توخزيني بس اليوم في زحمة. شو هالحكي؟ بصراحة أنا اجيت اليوم لأحكي معك بموضوع مهم. من فترة وأنا عم فكر بشغلة. فاطمة شوفي، أنا بصراحة قررت إني ألف كتاب. فكرة حلوة. بصراحة قررت إني أكتب قصتك. ما تزعلي فوراً، خلينا نتناقش. فاطمة رجاءً
ماني موافقة، اوعك تساوي هيك. بعرف انه اللي عشتيه كان خاص فيكي. ايه خاص فيني، الله يسامحهم تبع الاعلام سووها قصة، وهذا الشيء ما كان سهل علي. كل العالم عرفوا قصتي والكل عم بيجيبوا بسيرتي، صرت علكي بتم الناس. ابدا ما كان سهل الموضوع علي، وهلا بكره بس يطلع الكتاب الله اعلم شو راح يصير. ماشي فهمت عليكي، بالاول هيك راح يصير، بس بعدين فاطمة الناس راح ينسوا كل شيء، وهذا الكتاب بس هو اللي راح يبقى. هالكتاب راح يعطي امل للناس يلي بنفس وضعك، صدقيني. لسه مو مبين شو راح يصير بالمحكمة، انو امل هاد؟ اولتها واخرتها راح تربحي الدعوة. ماشي، معناتها بنستنى لكان لتخلص المحكمة، ومن بعدها منبلش شغلنا. بعدين بهيك قصص النهاية واضحة، انت بتحكي لي بشو حسيتي وكل العقبات يلي واجهتيها وكيف أثرت فيكي. كل الناس رح تقرأ كفاحك. بتعرفي قصتك كانت أول خطوة إلي بعالم الصحافة. بدي كل العالم يعرفوا إني لساتني مهتمة بالقصة تبعك فاطمة. أنا ما بدي ريهام، شوفي إذا انتشر هذا الكتاب بعمري ما رح أخلص من لسان العالم، وهي القصة بحياتها ما رح بقى تنتسى. أنت مبارح بالليل قلتي بدي أمشي بالحارة وأنا راسي مرفوع، بدي وقف بوش كل اللي عم يحكي عني بشي أنا ما ساويته، وهي أكبر فرصة إلي. برافو خالة مريم. الكل لازم يعرفوا شي اللي عشتي يا فاطمة، وقديش أنت عانيتي يا بنتي. قوليلا قوليلا فاطمة. برأيي هي فكرة كتير منيحة. إمتى ما حبيتي دغري رح نبلش. وبدك تحكي عن كل التفاصيل الخاصة؟ ما رح أكتب شيء أنت ما بدك إياه. إيه؟ شو قررتي؟ ما بعرف، لازم أحكي مع كريم ورح شوف رأي الأستاذ نزير كمان. خليني أفكر منيح بعدين برد لك خبر. ماشي حبيبتي، وأنا ماني مستعجلة رح أستنى. الكفتة بتجنن. يسلموا إيديكي خالة مريم. صحة وهنا يا حبيبتي.